طاقم ازرق فازرق فازرق، وعلى شمالنا الرياض احمر في اسود في احمر. بدا اللقاء على طول كليبالي يحطها لروبن نيفيز في الشمال لعلي البليهي. كان في كلام كتير النهارده هيفتح، والله اعلم هيحصل ايه. كليبالي واحده طويله وعميقه حلوه قوي، لاتسافيتش يحطها حلوه قوي، اللي مشين شيل عرضيه عرضيه وهوبو ولس يا نهار ابيض ويلمها، وعرضيه مره ثانيه بتدوسها دي ويطلعها من القلب تروح لميشيل مره ثانيه. حجمين يلم كورته، اعتقد طلعت ما طلعتش، طلعت ما طلعتش، طلعت ما طلعتش، ويروح لها على طول الشمال. هيلعبها ناصر سالم الدوسري بيمينه، هيلعب بيمينه سالم الدوسري. طبعا ناصر ده موجود برده، لكن عرضيه عاليه معديه الناحيه الثانيه، يلم كورته مالكم مالكم مالكم، يريح لورا. وادي مره ثانيه روبن نيفيز عرضيه عاليه الناحيه الثانيه، خطير 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 خطير، وهوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ناطق 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 العرضيه العاليه المعديه مش معديه، ترجع مره ثانيه مفيش الصياد، لكن يصطادها عبد الهادي الحرجين، حطها في الشمال وانطلاقه من ناحيه الشمال ويلم كورته مره ثانيه. اخوان مين لعيب كويس قوي على فكره، اخوان مين ده لاعب اسباني ارسلانا جيتش، طويله وعميقه على وسط الملعب مره ثانيه. سافيتش سافيتش حطها حلوه جدا، خطير خطير سافيتش يحطها في اليمين، عايز يعدي بشيء قوي يا جماعه، طاق على طول ما فيش كلام، وضربه نيفيز عرضيه عاليه معديه هوب ضربت في راسه ولسه ولسه مره ثانيه في الشمال، استلم الدوسر يحطها مره ثانيه للشهراني لسالم، سالم بيدور عرضيه عاليه معديه مش معديه، مقطوعه على وسط الملعب مره ثانيه. هجوم اقول ايه، تسعه من الهلال كان بيهاجم، ودي هجمه مرتده خطيره مرسونه، لكن يا سلام تروح مره ثانيه، خطير خطير. عبد الهادي عبد الهادي تاخر جدا على الهدف، العرضيه مره ثانيه منتهى الخطوره، منتهى الخطوره في رايه وصفاره والتسلل. كم جناح يا كابتن مدحت زي سالم كده يسمونه اهو، بص الترقيصه بالصدر يا عيني يا عيني بصدره، طلع الراجل بره ادي اي 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 اي، واضحه جدا جدا جدا، وضرب الجزاء صحيحه 100. اكاد اشك في نفسي لاني اكاد اشك فيك وانت من وانت يا مجري مننا، ضرب الجزاء صحيحه 100%. مش عايز يبص في عين كامبانيا، واخد الاشاره من المجري وداخل الصربي على الاورجواني وهوبا، بياخدوا جيسوس حضن خاص جدا، وكان جيسوس متفاهم ان انت اللي كنت بتاخد ضربات الجزاء لكن انت سبتها لزميلك، زميلك الهداف، لان انت دلوقتي مش مجرد لاعب جاي في الفريق، انت كابتن الفريق، وهكذا يكون الكابتن. صحيح. واذا ميشيل هو حلال العقد، على شماله متروفيتش، انت اللي هتسدده بالاكراه. ياسر الشهراني الهدف الثاني، مش معتاد ابدا انه يسدد انه يسجل. ياسر بيدور دايما على زمايله في التمرير، بيدور اكتر على تطوير الهجمه اكتر من الايجابيه على المرمى، لكن مسجل جول، جول مهم وجول جميل بعد ما اكبره سافيتش انه لازم يسجل كده. مكان ميشيل ومالكم يروح في اليمين، ممكن مع تتوالي المباريات تبقى ليه التشكيله الاساسيه، لكن مباراه اليوم انا شايف ان فورمه ميشيل الا اذا حد فيهم انخفض اداؤه البدني، لكن في الشكل اللي احنا شايفينه ده اعتقد انه ممكن يكون مكان مالكم ويبقى حر هو تماما تحت متروفيتش. تمام، إذا نبدأ أحداث الشوط الثاني، وهيبقى كده على يميننا نادي الرياض بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر، وعلى شمالنا نادي الهلال طبعا بزيه التقليدي أزرق فأزرق فأزرق. سخن والصوت واضح جدا في الخلفية دلوقتي، قد إيه الناس متفاعلة مع فكرة نزول نيمار. أكيد أكيد طبعا، هو نيمار هيسخن مش أقل من 10 دقايق، المنطقة وحولها اهم، وهيلعب بيمينه نيفيز والعرضيه وهوبا، لكن من القلب على الطول عالي عظيم، لعيب عظيم اخدها سنه من تحت، انطلاقه من ناحيه شمال، خطير خطير، ماشي سالم ماشي سالم ماشي سالم ماشي سالم، عرضيه خطير لمسه ومالكم ويعدي وهوبا، يا نهار ابيض يا نهار ابيض على كامبانيا والقائم، روعه روعه. الهلال فتح على البحري، الهلال فتح على البحري مرة تانية، يلم كورته من ناحية شمال مالكم، أرضية صغيرة ياخدها من سالم لسالم مرة تانية على وسط الملعب، نيمار أخد الراجل في الوسط، إيه دايرة دايرة دايرة، لا 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 عيب كده عيب كده، استلام سافيتش سافيتش بالعرض، هيرفع عرضية لمالكم لنيمار لمالكم لمالكم، أرضية إيه 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 إيه، لا 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 لا، ادي مالكم ومره تانية لسالم
ومرة تالتة أرضية لنيمار. يا عزقة يا عزقة. على وسط الملعب سافيتش، روبن نيفيز هنا خالص في الشمال، أرضية سافيتش كعبه. بص بص على طول نيمار، نيمار اندمج 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 نيمار حرة مباشرة طبعا 3-0 مستريحة، فيقول لك يعني هو ما بيبقاش موس وخراب ديار. بس كمان 3-0 وشكل 3-0 نيمار بنظرة ثاقبة وسافيتش بجواره بيصلح كورته. نيمار نيمار وسافيتش نيمار، الناس عايزة نيمار طبعا، الناس عايزة نيمار، ونيمار بيستعد وداخل نيمار وهوبا تضرب في الحيطة وترجع مرة تانية. ارتقاء على وسط الملعب، عايز يعدي بلمسة وضربة حرة نيمار عايز يطلع طبعا حاجات، عايز يحسس الجمهور بوجوده طبعا طبعا طبعا. وجمهور الهلال جمهور عظيم، وتشجيعه تشجيع يخلي أي لاعب يطلع كل قدراته وإمكانياته وأكثر منها كمان. من ناحية مين عرضية خطيرة وعالية ومن القلب ولسه، لكن كوليبالي العملاق، كوليبالي العملاق، ويلعب واحدة بيمينه ناحية شمال. خطير 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 نيمار 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 نيمار، هتعمل إيه؟ هتعمل أرسنال خطيرة ومالكم ومالكم. الهلال اعتاد دايما إنه يكون عنده، الهلال لا يكتفي بان الجناح يكون صانع العاب جيد او مراوغ، ومالكم الحقيقه واحد من الاضافات المهمه جدا في الهلال على مستوى الاجنحه كده. خاف يترقص ترقيصه بلدي وده راجل محترف. سباق كده وميتروفيتش عايز يحط بصمته، يرجع لورا مره ثانيه. مالكم مالكم وخطيره وخطيره والبريك وعلى يمينه ونيمار وبيقول له لمسه ايه؟ ضربه جزاء. يا نهار ابيض عليك يا نيمار. الهلال حدث ولا حرك طبعا، لكن ادي نيمار. لا اديني حاجه عشان انا مغلوب. لا سالم اللي داخل اصلا مش نيمار. سالم مش نيمار يعني؟ لا سالم اللي داخل. ماشي لو كان نيمار، لو كان نيمار كان اكيد هيلعب على حركه. سالم الدوسري حط على يمينه، سالم الدوسري حط على شماله، حط على يمينه سالم على شماله بقى تاخد الراجل. وادي سالم الدوسري ثبت الزبون وحطها. الله 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 الله، حلوة 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 يا سالم يا دوسري، روعة 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 روعة. في الدقيقة 86 والهدف الخامس. الرياض النهاردة مش هتنام، الرياض النهاردة مش الفرج على يمينه حلو قوي لمحمد البريك، عايز يلعب العرضية، العرضية العالية الناحية التانية أطول من لازم. متروفيتش مرة تانية، متروفيتش أرضية يلمها سالم وياخدها مرة تانية لناصر الدوسري. لا مهرجان مهرجان، فتحوا السيرك القومي، أرضية وعايز يلموا تسديدة. نيمار عايز يعمل واحدة من بتوعه كده، مش معتاد أبدا من نيمار إنه يسيب ضربات جزاء لحد، مش معتاد أبدا. سلمان على شماله ناصر الدوسري، وانتو كده صغير. والهلاليين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، القوة الزرقاء القوة الزرقاء. لا لو الثانية خطيرة 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 خطيرة. يا نهار أبيض إيه يا ابني، عايز تخش بيها جون مش ممكن مش معقول. لكن تحس إن متروفيتش عايز يدي نيمار هدية، لأن كان ممكن يسدد. هنشوفها في الإعادة مرة ثانية. بص خلي بالك هنا متروفيتش يخلص، هو سحب الكورة وعدى، ضربت في رجله ضربت في رجله وطلعت جنب القائم اليمين. لكن خطير 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 ولسه هوبا والهام. الفول الرائع جدا جدا من نجم النجوم سالم الدوسري عشان تبقى النتيجه. والهدف لسه بقول لك السادس جاي. يا سلام عليك يا سالم، يا سلام عليك يا ناصر، حاطط المدافع في ظهره ومكتفي بذلك وسابها تنط. ما تتسابش تنط دي ابدا طبعا، لكن خطأ كبير جدا من ناصر الدوسري. طبعا ياسين بونو ما كانش عنده أي شيء يعمله في المباراة. 6 أو هدف، في احتمال أوف سايد، في احتمال أوف سايد. الكرة الأولانية مش التانية، الكرة الأولانية مش التانية. موسونا استلم من موسونا، وقت خلص خلاص. نيمار النهارده نزل قلب الجيم وهو مش جاهز بالظبط فعليا، يعني وهو جاهز الدنيا هتبقى أصعب كتير على المنافسين طبعا. على وسط الملعب كانوا
بيبص في ساعته المجري تماس بوجنر ويطلق الحكم المجري الدولي.